قضية عمرو جمال برشا خذات ضوضاء عالمية كبيرة في تونس ومصر. شنو موقف النادي الصفاقسي اللي شفناه بط في كومينيكي؟ ممكن فما خدمة في الكواليس قاعدة تصير، واسكو كنتوا في بالكم الأول بالمشكلة نتاع الجيش ولا؟ شوف ايش نقول لك، هذه مشاكل سديباس النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي موقفه سليم، اللاعب كاليفيه، معناتها اللاعب اليوم اللي كابابل باش يلعب مقابلة النهائي، باش نبداو واضحين. عملية الانتداب تمت وفات، وبقدرة ربي احنا ماهناش مسيبين حقنا وندافعوا لاخر لحظة على حق النادي الصفاقسي، وبعثنا عباد باش تقوم بالمهمة هذه بداية من غدوة ان شاء الله، باش تقوم وان شاء الله في القريب العاجل يمكن حل المشكلة نتاع عمرو جمال ونشوفوه في النادي الصفاقسي. يجي يعني تو حسب بعض، فما بعض التطمينات موجودة، لكن ما نقولوا جاء لما يجي ويبشر التمارين، كما قلت لك هو كاليفي وعلى ذمة النادي الصفاقسي وولد النادي الصفاقسي، وما نجمش يحق له الانتماء لأي فريق آخر إلا للنادي الصفاقسي. وقعنا العقود، وقعنا الإعارة افيك اوبسيون داشا لصالح النادي الصفاقسي. دونك الكلام اللي قاعد صاير فيما يخص عمرو جمال هي أمور شخصية ما بين اللاعب والجيش المصري، قدرة ربي إن شاء الله يتوصلوا الحل في أقرب الأجل ويرجع للنادي الصفاقسي يتمرن على روحه ويشارك في المقابلة إن شاء الله. عندكم بلان أ بلان بي في الموضوع هذا؟ ممكن فهم لاعبين أخرى نقولوا لا قدر الله ما جاش عمرو جمال؟ الأكيد موجود ديما بلان أ بلان بي، بقدرة ربي يدور رجع من العراق من الإعارة، يدور يستحق شهادة الفنيين، يستحق معناتها إن دوزيام شانس، بوركو با اليوم يدور تشوف فيه يتمرن مع الفريق الأول. وفما بلان اخر ان شاء الله اذا كان ما تمتش الزيجه، احنا نقولوا ان شاء الله توفى المشكله هذه، اذا كان ما تمتش ان شاء الله بقدره ربي فما بلان اخر باش نجيبوا لاعبين اخرين. كما قلت لك لاخر نهار في الميركاتو فما يجب يكون فما انتدابات لاخر لحظه.